مساء الخولي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، أهلا وسهلا. بالتوفيق دائما. يا ربنا يخليك، ويا رب كده مصر دايما في خير إن شاء الله. إن شاء الله. تابعنا مع حضرتك من فترة مشروع شباب الخريجين، وكان في إجراءات تمت بحيث إن الأراضي دي ترجع لأصحابها مرة أخرى. وصلنا إلى يعني إيه اللي تم وإيه الجديد؟ بالنسبة للجماعة بتوع قرية الشباب الخريجين دي، احنا بعتنا الأمن بمعرفتنا عشان تدخل في البرنامج الزمني. أيوة. وهيئة التعمير صاحبة الولاية برضو بعتت للأمن، وإن شاء الله يدخلوها في الخطة بحيث إن الناس تروح تستلم المنازل بتاعتهم والأرض. بس بقى هم لازم يفضلوا قاعدين عليها، ما يستلموهاش ويمشوا ويسيبوها علشان ما حدش يعتدي عليها مرة تانية. لا، ده هو المفروض لما يستلموها كمان يتم تطبيق القانون على اللي قاعد فيها دلوقتي، بحيث ان احنا مش هتبقى مسألة. نعم، الشرطة القانون هتطبقه الشرطة بحيث أي. انها تخرج الناس دي من الارض. يعني حضرتك بتناشدي ان هم يقعدوا ويشتغلوا وينتجوا، ما يبقاش مجرد استلام فقط. لان جيرانهم في الارض قعدوا واستلموا وتحملوا الفترة اللي فاتت دي كلها، وزرعوا وموجودين ومحدش قدر يتعدى على الارض بتاعتهم. ايوه فهمت. ليه؟ لان المزارع قاعد على الارض. ايوه. بالنسبة للموسم الشتوي عملنا فيه ايه، وخصوصا في القمح؟ الحمد لله الموسم الشتوي عدى بسلام كده، والاسمدة الحمد لله متوفرة. توزعت القمح بالكامل، وبعد ما بنوزع القمح بنوزع للزراعات الشتوي الاخرى، والحمد لله احنا ابتدينا نوزع للصيفي. ايوه. فده بيبشر ان شاء الله ان الموسم يا رب يعدي كمان الموسم الصيفي على خير، وما تقابلناش مشاكل. ولو في حاجه او في مشاكل تبقى مشاكل طفيفه نقدر ان احنا نحلها. ايوه. وربنا يعدي مواسم الزراعه كلها على خير ان شاء الله. ان شاء الله. احنا زرعنا قد ايه قمح في اسوان؟ زرعنا 69,000 فدان تقريبا. أيوة. ويعني منتظر تزيد لغاية 1000 تاني، ففي حدود الموسم اللي فات أزيد منها بحوالي 1000 فدان. يعني بالتوفيق إن شاء الله، وأتمنى لحضرتك مزيد من النجاح. بشكرك شكرا جزيلا للدكتورة مفيدة الخولي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان، بالنسبة لمشروع شباب الخير.